أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن اليوم العالمي للمعلم والظروف القاسية التي يعيشها المعلمون في اليمن جراء انقطاع المرتبات. يحتفل المعلمون بيومهم العالمي بينما يواجهون في ذات الوقت ظروفا هي الأصعب بعد انقطاع مرتباتهم واستمرار الحرب التي أشعلتها الميليشيا والتي انعكست تبعاتها على كل المجالات. وكان المجال التعليمي والانقسام الحاصل أبرز الصور تأثرا أو أكثرها إضرارا بالتعليم. العملية التعليمية التي تمر بأسوأ مراحلها نتيجة توقف العديد من المدارس ونزوح العديد من مناطقهم بعد تحولها إلى سكنات عسكرية، بالإضافة إلى الإضراب المستمر، مثلت مشكلة جديدة تضاف إلى المشاكل السابقة وما زالت تهدد مستقبل الطلاب يوما تلو آخر. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أين يمضي التعليم في ظل التدهور والانقسام الحاصل؟ وهل تتمكن الجهات الحكومية من حل مشكلة المعلمين وصرف مرتباتهم؟ قبل البدء في النقاش نتابع وإياكم هذا التقرير. الخامس من أكتوبر يوم استثنائي في حياة المعلمين على مستوى العالم، لكنه بالنسبة لعشرات آلاف المعلمين اليمنيين المنخرطين في مدارس تقع تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية يوم حزين آخر يذكرهم بمأساتهم المستمرة منذ 10 أشهر. فخلال هذه الفترة المنقضية لم يستلم المعلمون مرتباتهم في وقت يتعرضون فيه لأسوأ معاملة من قبل سلطة الميليشيا التي تحول دون قيام المعلمين بحقهم في الاحتجاج على وضع لم يعيشوا مثله من قبل. نقابة المعلمين التي يهيمن عليها المؤتمر الشعبي العام أعلنت إضرابا عاما أجبر الوزارة التي يشغلها شقيق زعيم الميليشيا الحوثية إلى تأجيل موعد بدء الدراسة مرتين، آخرها حدد بالعاشر من شهر أكتوبر دون أن تتوفر دلائل على إمكانية حسم موضوع المرتبات بحلول هذا الموعد. تجمع معلمون وقيادات تربوية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء لإيصال رسالتهم إلى المجتمع الدولي، لكن الميليشيا قابلت هذا التحرك بإجراءات مضادة حالت دون لقاء كان مقررا بين ممثلين عن المعلمين مع مسؤولين أمميين للوقوف على مطالبهم. أزمة المرتبات خلقت وضعا تربويا وتعليميا استثنائيا في العاصمة المحتلة منذ 3 أعوام، فقد أجبرت الوزارة الانقلابية المدارس الخاصة على بدء الدوام الدراسي في وقت بقي فيه معظم المدارس الحكومية مغلقا، مكرسة حالة جديدة عنوانها المزيد من التدهور في قطاع التعليم العام. السفير البريطاني الأكثر انخراطا في الأزمة والحرب في اليمن سايمون شاركليف علق في تغريدة له عن إضراب المعلمين في صنعاء في سياق ما اعتبره تسليطا للضوء على كيفية تدهور الوضع من سيء إلى أسوأ في اليمن، معتبرا أن مضي عام كامل بدون دفع الرواتب هو أمر غير معقول وقد سبب معاناة حقيقية في اليمن. الوضع التعليمي في اليمن يزداد تدهورا، ولم يعد يقتصر خطره على تفخيخ المحتوى التعليمي فقط، بل تعده إلى تقويض بنيان التعليم عبر كسر إرادة العنصر الأكثر أهمية في النظام التعليمي برمته. أجدد ترحيبكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من تعز مدير مركز الدراسات والإعلام التربوي. أهلا بك أستاذ أحمد البحيري. حياكم الله. إذن في اليوم العالمي للمعلم هناك تهديدات كثيرة تواجه هذه العملية التعليمية، وهناك أيضا وضع قاس يعيشه المعلمون. بحكم عملكم في مركز مختص بالتعليم أستاذ أحمد، ما هي أهم المشاكل التي تواجهها العملية التعليمية ويواجهها المعلمون أيضا؟ مشاهدين قناة البداية، أحب أن أهني المعلمين اليمن بمناسبة اليوم العالمي للمعلم أو كل معلمين اليمن. فالمعلمين الذين يعيشون أهني جميع الجماعات. أحب أيضا أن أصبح نعيش. أستاذ أحمد، يبدو أن هناك بعض الإشكالات في الصوت، سنحاول إعادة التواصل معكم للاستمرار في النقاش في هذه الحلقة. لكن مشاهدينا الكرام، إذن هناك احتمالات، يعني هناك عام دراسي جديد قد يبدأ في بعض المناطق
التي حررت من سلطة الميليشيات، لكن في المقابل هناك إضرابات بالنسبة للمعلمين في الكثير من المدارس الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن الأخبار تتحدث على أن هذه المدارس قد يعني يخدم الحوثيون على استبدال المدرسين فيها واستبدال المعلمين فيها بمن يعتبر أو يحسب عليهم حتى تستمر العملية التعليمية بدون مشاكل بالنسبة لهؤلاء، لكن ذلك لا يعني تسليم الرواتب لهؤلاء المعلمين، وهو السبب الذي من أجله قاموا بهذا الإضراب. على كل حال، نشرك معنا في الحوار الآن من مأرب مدير مكتب التربية هناك الأستاذ علي العباب. أهلا بك أستاذ علي. حياكم الله وحيي مشاهدكم الكرام. حياكم الله. إذن أستاذ علي، هناك تدهور كبير في العملية التعليمية في الكثير من المحافظات، ربما مأرب هي الأخف وطأة في ذلك. حدثنا لكن عن أبرز المشاكل التي يعني تواجهها العملية التعليمية في المحافظة. أخي العزيز، لا شك أن التعليم في الجمهورية اليمنية بشكل عام يعاني، والمرحلة مأساوية بكافة المقاييس، إلا أن محافظة مأرب هي من أحسن المحافظات بالنسبة للعملية التعليمية، فالعملية التعليمية مستقرة، وبدأ العام الدراسي حسب التقويم الوزاري في 17 من سبتمبر، وكان تدفق الطلاب إلى أو توافد الطلاب إلى المدارس بنسبة 80% في بداية الدوام الدراسي. العملية مستقرة، المعلمون متواجدون داخل مدارسهم، الكتاب المدرسي وصلنا تباعا من المطبعة المركزية بحضرموت إلى محافظة مأرب، ولله الحمد تم توزيعه الأسبوع الماضي. العملية تمشي بشكل جيد، إلا أن هناك معوقات تواجهنا. أولا أخي العزيز، هناك أكثر من 2 مليون نازح في مدينة مأرب، وكافة أبنائهم توجهوا إلى المحافظة. أستاذ علي، يبدو أن هناك أيضا إشكالية في التواصل مع مأرب. هناك أستاذ علي، تسمعني؟ أسمعك. نعم نعم، هناك مشكلة. لو تعد، كنت تتحدث عن 2 مليون نازح جاءوا إلى محافظة مأرب، وهذه كانت إحدى المعوقات، لو تكمل. طبعا كل أبناء النازحين توجهوا إلى المدارس المحافظة. نسبة ما يزيد نسبة الطلاب مقارنة بالعام الماضي ما يزيد على 150%، لذلك مدارسنا مكتظة بأبناء الطلاب. لم نستطع استيعاب الجميع، هناك معضلة في المبنى المدرسي، ولكن هناك تجاوب من الأخ محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي عرادة لتوفير مخيمات أو ما شابه ذلك لاستيعاب أبنائنا النازحين، ونحن في التجهيزات والترتيبات في اليومين القادمة بإذن الله تعالى لكافة أبنائنا الطلاب، حتى لا يحرم أبنائنا الطلاب من التعليم في هذه المحافظة. إضافة أخي العزيز، إلى أن هناك عدد من المعلمين في المحافظات التي لا زالت تحت وطأة الإنقلابيين، هناك حواجز بيننا وبينهم، ولم يصلوا البعض منهم إلى هذه اللحظة، سواء منهم من اعتقل ومنهم من لا زال في بلاده خوفا من الاعتقال، إلا أننا نواجه ذلك من خلال توفير بعض العقود التي وفرتها لنا المحافظة، وعلى أمل أن توفر لنا منظمة اليونيسف بعض العقود الأخرى. العملية أعتقد أنها تمشي بشكل جيد في المحافظة. رواتب المعلمين تسلم لهم في آخر كل شهر ميلادي، ولا مشاكل لدينا في محافظة مأرب إلا ما ذكرت سابقا. إذن رواتب المعلمين لم تشهد مشاكل أبدا بالنسبة للمحافظة هناك في مأرب؟ نعم أخي، بالنسبة للرواتب العملية تجري بكل سلاسة بالنسبة لمأرب؟ الرواتب تصرف بكل سلاسة، في كل 25 من شهر ميلادي تصرف الرواتب لكافة المعلمين في المحافظة. طيب، أنت تحدثت وتطرقت إلى أن اليونيسف لربما يعني من خلال كلامك فهمت أنها تقوم بدعم القطاع التعليمي في مأرب، هل حدثتنا أكثر عن دور المنظمات بشكل عام في دعم العملية التعليمية في مأرب؟ طبعا أخي العزيز، منظمة اليونيسف تتصدر المنظمات التي تدعم في المحافظة، فهي دعمتنا بكثير من المقاعد الدراسية، ودعمتنا أيضا بدورات خاصة بالدعم النفسي لأبناء الطلاب الذين تعرضوا للأذى من خلال قصف مدينة مأرب بالصواريخ وقتل عدد من الطلاب وضرب بعض المدارس، أدى ذلك إلى حالات نفسية لدى أبناء الطلاب. المنظمة دعمتنا بكثير من الدورات
خاصة بالدعم النفسي لإعداد المعلمين والمدربين لتهيئة أبنائنا الطلاب للعام الدراسي ومعالجتهم نفسيا. هناك بعض المنظمات الأخرى كجمعية قطر الخيرية، كائتلاف الخير حضرموت، شركة صافر أيضا مشكورة دعمتنا في طبع الكتاب المدرسي. هناك منظمات وجمعيات لها دور بارز في هذه المحافظة، وننتظر المزيد خاصة في معالجة المبنى المدرسي الذي هو المعضلة الكبرى لدى هذه المحافظة في الوقت الراهن. طيب، في سبيل حل هذه الإشكالية بالنسبة للأبنية أو المدارس إن صح التعبير، كيف يمكن أو ما هي الحلول المطروحة لتجاوز هذه الإشكالية حتى أن تتحدث عن نسبة 150% زيادة في الطلاب، حتى يتمكن هؤلاء من يعني المضي في عامهم الدراسي دون مشاكل؟ في الوقت الراهن تم الاجتماع مع مدراء مكاتب التربية وخاصة مكتب المدينة التي معظم النازحين بها، وتم تشغيل المدارس فترتين صباحية ومسائية. هناك بعض المدارس كانت تشتغل صباحا فقط، فتم تشغيل المدارس صباحا ومساء، هذا هو الحل الأول. ومن ثم توزيع بعض المخيمات الموجودة لدينا لاستيعاب الطلاب، ولكنها غير مجدية سواء في فصل الشتاء أو في فصل الصيف للحرارة والبرد الذي يتعرض له الأبناء. فهناك عروض مقدمة لما هو أفضل من المخيمات، كهناجر مع بعض الأبنية، مع بعض الأروقة خاصة بالمخيمات، والمكيفات والمراوح داخل هذه الفصول البديلة. سيتولى الدعم محافظ المحافظة وربما بعض الجهات الأخرى لمعالجة سريعة في الوقت الراهن، ومن ثم بإذن الله تعالى في المستقبل القريب يتم إعداد خطط الأبنية المدرسية لاستيعاب كافة أبنائنا النازحين. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ علي. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من صنعاء، المشرفة التربوية الأستاذة رابعة الطاهري. أهلا بك أستاذة رابعة. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. إذن أستاذة رابعة، بداية في اليوم يعني نبدأ في أن اليوم هو اليوم العالمي للمعلم، كل عام وأنتم بألف خير. هناك وضع متدهور يعيشه المعلمون اليمنيون في مختلف المحافظات، بالنسبة لكم أنتم في صنعاء كيف هو الوضع؟ هل ما زال الإضراب قائما؟ في البداية أهنئ كل معلم ومعلمة صامت داخل صنعاء، وأهنئهم باليوم العالمي للمعلم 5 أكتوبر. نعم. ثانيا، بالنسبة للمشاكل التي يواجهها المعلم في ظل تدهور العملية التعليمية برمتها في هذه الأوضاع، الإضراب طبعا ما زال مستمر في معظم مدارس، في جميع المدارس. بعض المدارس فتحت كإدارات مدرسية لسحب الملفات وللتسجيل، أما إضراب المعلمين فهو لا زال شامل في جميع مدارس أمانة العاصمة. طيب، إذا ما تحدثنا عن الأهداف بالنسبة لهذا الإضراب، ما هي النقاط التي إذا ما عولجت ستعود العملية التعليمية أو سيعود المعلمون إلى المدارس؟ ما هي المطالب؟ هي جوهر المشكلة والمطالب المهمة هي الراتب الذي هو أساس الحياة بالنسبة للمعلم اليمني، والذي يعتبر المصدر الوحيد للدخل. فمطالب المعلمين كانت واضحة وما زالت كما هي: صرف المرتبات في موعدها شهريا، صرف المرتبات السابقة التي لم يتم صرفها خلال العام الماضي بدون أي تباطؤ أو مماطلة من قبل الجهات الرسمية. هذا كان المطلب وما زال نفس المطلب، وأعتقد أن جميع المعلمين يصرون عليه، ولا يمكن أن يبدأ العام الدراسي أو يفك الإضراب إلا إذا تم صرف المرتبات في وقتها شهريا. طيب، عندما نتحدث عن مرتبات سابقة، نحن كم شهر إلى الآن المعلمون في مناطق التي يعني الخاضعة لسلطة الأمر الواقع لا زالت لم تستلمها؟ هي من بدأ الانقطاع الراتب من شهر 9 بالضبط عام 2016، لكن تم صرف شهرين على هيئة أنصاف مرتب شهر 9 وشهر أبريل، نصف مرتب بين كل فترة. وبعض المناطق التعليمية تم صرف سلة غذائية لها في شكل نصف مرتب أيضا مع الاستقطاعات، يعني يتراوح. بعض مثلا مكاتب التربية استلمت لمرة واحدة فقط سلة غذائية بالإضافة إلى راتب شهرين، أي يتبقى تقريبا 10 أشهر، البعض لديهم 8 أشهر 9 أشهر، فتتفاوت إذا تم خصم قيمة السلة الغذائية من الرواتب.
طيب بالنسبة لسلطة الأمر الواقع الآن، الانقلابيون في المحافظات يعني عموما كيف تتعامل مع هذه المطالب؟ هل ثمة استجابة؟ على الإطلاق لا يوجد أي استجابة لهذه المطالب أو حتى مجرد الالتفات لها، بل بالعكس يعني أعتقد أنهم يحاصرون المعلمين أكثر، يضغطون على المعلمين أكثر، يكررون نفس الأساليب التي استخدموها العام الماضي من ضغوط، من تهديد، من نشر إشاعات. حتى الوقفة الاحتجاجية التي تم إقامتها قبل أمس تقريبا أمام مقر الأمم المتحدة، تم اختراق هذه الوقفة الاحتجاجية ورفع لافتات من قبل بعض التابعين لسلطة الأمر الواقع بأنهم مستعدون للتدريس حتى بدون رواتب، وتم إفشال الوقفة الاحتجاجية. لكن هذا لا يمنع استمرار المعلمين من التوقف عن العمل، وأنا أحب تسمية التوقف عن العمل، لا أسميه إضراب، لأن الإضراب يتم في للمطالبة بمستحقات، للمطالبة بتحسين الأوضاع. لكن الوضع الحالي هو انتفاء شرط أساسي في العقد ما بين المعلم وبين السلطة أو الدولة، لأن العقد ينص على أن العمل مقابل الراتب، إذا انقطع الراتب فانتفى شرط العقد تماما وانتهى العقد، ومن حق المعلم في هذه الحالة أن يتوقف عن العمل. أما أن أسميه إضراب أو وقفات احتجاجية، هذه تتم في حالات أنه يتم المطالبة بتحسين الوضع أو وما إلى ذلك. لكن رأى البعض، بعض النقابات وبعض المعلمين، أن هذه الوقفات الاحتجاجية قد تلفت أنظار الأمم المتحدة والدول الأخرى إلى وضع اليمن المزري في الحالة التعليمية، وهذا يعني توقف العملية التعليمية. حتى العام الماضي لم تسر العملية التعليمية بالشكل المطلوب، تقريبا الصف الدراسي الثاني لم تتم الدراسة فيه على الإطلاق. نعم. طيب أرجو أن تتفضل. مسألة كبيرة وخطيرة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذة رابعة. يعني يعود إلينا مشاهدينا الكرام الآن الأستاذ أحمد البحيري، مدير مركز الدراسات والإعلام من تعز. أهلا بك مجددا أستاذ أحمد. إذن نحن الآن عندما نتحدث عن أسوأ السيناريوهات أو الاحتمالات الموجودة في حال يعني استمرار عدم الاستجابة للمطالب الحقوقية التي ينادي بها هؤلاء المعلمين، ما المتوقع أن يحدث؟ في البداية نحن كما قلنا أن الوضع السيء للمعلمين ما تعرضوا له من قتل وتشريد وتهديد ومطاردات وعمليات نزوح مختلفة، لا شك أنها أثرت على العملية التعليمية بمجملها، والمعلم أصبح هو المتأثر الأول من في قطاع التعليم من الحرب. هذه الآثار التي تركتها الحرب والتي تمارسها جماعة الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي والأطراف المتصارعة في اليمن على قطاع التعليم أثرت على المعلم بشكل مباشر، لكن هذا التأثير على المعلم لا يتوقف عند المعلم فحسب، وإنما يستمر أو يتعدى ذلك إلى تأثيره على المجتمع بشكل عام. لدينا حوالي 175 ألف أو 170 ألف معلم ومعلمة لن يستلموا رواتبهم منذ حوالي 10 أشهر، باستثناء ما صرف أخيرا في محافظة تعز حوالي 40 ألف معلم راتب شهر فقط. العملية التعليمية متوقفة تماما في هذه المحافظات. هذا الوضع هو نتيجة أو الانعكاس السيء للانتهاكات التي تمارس من قبل أطراف الصراع ضد القطاع التعليمي وضد المنشآت الحيوية. نحن عندما نطالب براتب المعلم نقول بأن قطاع التعليم قطاع حيوي ولا يمكن أن يؤخر أو يؤجل أو يمكن النظر فيه بعد فترة لاحقة، لأن تأثيره ستكون كارثية على مستوى الوطن وعلى مستوى الإقليم وعلى مستوى أبعد على مستوى العالم. لهذا أطراف الصراع عندما تنظر إلى المعلم تنظر إلى المعلم بأنه رمز للدولة، خصوصا الميليشيات والجماعات المسلحة ترى بأن المعلم والمدرسة هي رمز الدولة، ولهذا تعمل على ممارسات الانتهاك لهذا القطاع المهم الحيوي. أيضا في غالب الأحيان تكون الانتهاكات والممارسات مسيسة وغير عرضية، تكون في الغالب مقصودة، وهذا هو أحد أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية في اليمن، كون توقف الرواتب والانتهاكات التي تمارس تجاه المعلمين لم تكن بسبب شحة الموارد فحسب، وإنما أيضا أحيانا تخضع للظروف أو لتوجهات سياسية أو
فرض ايديولوجيات محدده من اتجاه الجماعات الحوثي وقوى الصالح. طيب ايضا نعم. يتعرض المعلم احيانا للانتهاكات نتيجه انه يدرس في مدارس خارج نطاق جماعه الحوثي او انه يدرس في مدارس خارج نطاق حكومه شرعيه، ولهذا عندما تعمل المعايير السياسيه في التعامل مع القطاع التعليمي يصبح الامر عرضه للعبث، ايضا تصبح التداعيات اكبر من مما هي اذا كانت تداعيات عرضيه او غير قادره الحكومه او الجهات على تداركها. طيب استاذ احمد دعني اعود الى السيد علي العباب مدير مكتب التربيه في مأرب. استاذ علي، تحدثتم عن ان هناك يعني احتياج ايضا لكادر تربوي، هناك زياده في اعداد الطلاب لكن هناك ربما نوع من النقص في الكادر التربوي، كيف يمكن معالجة هذه الشواغر أو توفير بدلاء أو توفير مدرسين في المحافظات المحررة عموما في مأرب خصوصا، خاصة مع وجود يعني معلمين في مناطق أخرى غير قادرين على التحرك بهذا الشكل السهل والسلس؟ طبعا أخي العزيز، بالتنسيق مع قيادة المحافظة تم توفير عدد من العقود، وطبعا محافظة مأرب خاصة فيها عدد كثير من المعلمين النازحين والذين حرموا أيضا من رواتبهم لمدة 9 أشهر و10، يتم التعاقد مع هؤلاء المعلمين برواتب معقولة، لا نقول رواتب ممتازة ولكنها لا بأس بها في ظل هذا الركود، ويتم تغطية المدارس من خلال العقود التي تتم مع مكتب التربية والتعليم لكافة مدارس المحافظة، فهي طريقة الأنسب في الوقت الراهن. أشكرك إذن أستاذ علي العباب مدير مكتب التربية، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. بالعودة إلى الأستاذة المشرفة التربوية رابعة الطاهري من صنعاء. أستاذة رابعة، إذن هناك من يتحدث على أنه وجهت إليكم تهديدات باستخدام مدرسين متطوعين للعمل بدلا من المدرسين الذين يعني هم بالفعل يعملون في هذه المدارس ويقومون يعني وأوقفوا العمل فيها، وفقا لذلك كيف يمكن أن تكون ردة فعل المعلمين؟ أعتقد أن هذه التهديدات لا يمكن أن تجدي نفعا في هذا العام، لأنها مورست في العام السابق وتم اقتحام المدارس في العام السابق، لأن بعض المدرسين والمدرسات قاموا في الإضراب في ساحات المدارس وقاموا بإيجاد بدائل للمعلمين، فأعداد المعلمين في العام السابق كانت قليلة، المتوقفين عن العمل أو المضربين، فيمكن تغطيتها ببدائل. أما هذا العام فتقريبا جميع مدارس أمانة العاصمة متوقفة، وبالتالي لا يمكن إيجاد بدائل لآلاف المعلمين داخل المدينة. طيب وفقا لذلك، وفقا لذلك أستاذة، حتى وإن تم، نعم وفقا لذلك، لا أعتقد أن أي معلم يمكن أن يتراجع عن هذا القرار وعن إضرابه المستمر، لأنه لا خيار آخر، يعني أنت تطلب منه أنه يمارس عمله بدون مرتب، حتى البدائل هذه هل سيمارسون أعمالهم بدون مرتبات بدون مقابل مادي؟ فهذا لا ينافي المنطق تماما، ولم يعد يجدي نفعا مع المعلمين الذين أصروا ومطلبهم واضح، يعني تطلب من معلم لا يمتلك وسيلة مواصلات ولا يمتلك قوت يومه ولا يمتلك حتى إيجار منزله أن يمارس عمله بشكل طبيعي حتى تحت التهديد. طيب وفقا لذلك أريد منك في 30 ثانية رسالة للقائمين على العملية التعليمية والجهات الرسمية، تفضلي. طبعا هذه رسالتي ستشمل الكل، سواء سلطة الأمر الواقع داخل صنعاء أو الحكومة الشرعية أو الدول المانحة أو غيرها، سميها ما شئت. أقول أن دولة السيف لا تقوى دعامتها ما لم تكن حالفتها دولة الكتب. أنتم حكمتم على اليمن بالانهيار حينما تنهار العملية التعليمية. الطلاب والتجهيل المتعمد لجيل كامل مورس خلال 3 سنوات وليس لهذا العام فقط. ما تم في الأعوام السابقة كان عملية ترقيع ولم تكن عملية تعليمية تربوية، وبالتالي الجميع يتحمل مسؤولية ما تؤول إليه الأوضاع حاليا ومسؤولية تجهيل الأجيال القادمة. أشكرك إذن أستاذة، هذه أمانة في أعناقهم جميعا ورسالة أوجهها للجميع. أشكرك إذن المشرفة التربوية أستاذة رابعة الطاهري، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. بالعودة أيضا عودة أخيرة للأستاذ أحمد البحيري. إذن أستاذ أحمد، هناك من يخشى من أن توقف هذه العملية التعليمية سيعني
تبعات خطيرة على الطلاب وتحولهم من مشاريع للحياة ولإعمار البلاد ومستقبل اليمن إلى مشاريع أخرى، الموت، ربما الالتحاق بجبهات القتال. هذا الأمر كيف يمكن أن يعالج وفقا للوضع الراهن؟ في ظل الوضع المعقد الراهن، لا شك أن إغلاق المدرسة وإغلاق النافذة الوحيدة حتى الآن اتجاه المستقبل، عندما يفقد الطالب أو المعلم مدرسته سيبحث عن فرص أخرى. هناك كثير من المعلمين اليوم يتركون مهنة التدريس ويبحثون عن مهنة أخرى تؤمن لهم البقاء على قيد الحياة أو تؤمن صوت أولادهم. لهذا مطلوب منا اليوم في ظل هذا الوضع الحرج إجراءات على المستوى الحقوقي، مطلوب آليات حقيقية لمراقبة الوضع من المجتمع الدولي ومن المنظمات الداخلية، والضغط بقوة تجاه الحكومات الشرعية أو الأطراف المتصارعة بفقها في الحكومة في صنعاء وفي عدن على تسليم سداد رواتب المعلمين فورا. لابد أيضا على المستوى الحقوقي أيضا من فرض إجراءات رادعة اتجاه كل من يمارس انتهاكات ضد المعلمين، وهنا لابد من التواصل مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص في قطاع التعليم وكل المنظمات التي تعمل في المجال الحقوقي من اجل الضغط على اطراف النزاع بمختلف انتماءاتهم ومختلف توجهاتهم من اجل توفير حمايه امنه للتعليم بشكل عام، توفير حمايه امنه ايضا للمعلمين. هناك كثير من المعلمين قتلوا وهم في طريقهم الى المدرسه، كثير من المعلمين اعتقلوا وهم في طريقهم الى المدرسه او في مكاتب عملهم. لابد ايضا في المستوى الثالث من اجراء محاكمات او رفع دعاوى ومحاكمات او انصاف الضحايا والمتضررين من الاطراف الصراع في اليمن، وهذا ايضا تحتاج الى لجنه ومراقبه وبعثات. ندعو نحن ناشد المجتمع الدولي والمنظمات الفاعله للزياره سريعه لتلمس الوضع الانساني الكارثي للتعليم في اليمن في كل المحافظات التي اشكر. على المستوى الاخر، على مستوى الخيارات المجتمعيه، لابد ايضا ان يكون لدينا خيارات مجتمعيه. اذا لم تتحمل الحكومه الشرعيه والاطراف في صنعاء مسؤوليتهم اتجاه قطاع التعليم اتجاه المعلم، علينا ان نبحث عن بدائل. كل القوانين بدائل، اذا لابد من البحث عن بدائل مجتمعيه. نعم، لابد من البحث عن بدائل مجتمعية لاستمرار هذه العملية التعليمية لمستقبل الطلاب والقائمين أيضا على العملية التعليمية. أشكرك أستاذ أحمد البحيري مدير مركز الدراسات والإعلام التربوي، والمعذرة يعني على المقاطعة لضيق الوقت، أشكرك جزيل الشكر، كما أشكر جميع الضيوف الذين كانوا معنا وإياكم مشاهدينا الكرام. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزميل محمد عبد المغني وأفراد الطاقم الفني، إلى اللقاء.